في فيديو اليوم راح نشوف أحداث قصة أكبر سرقة بنك صارت في اليابان. العملية هذه واحدة من أذكى عمليات السرقة اللي مرت علي، وحتى الأحداث اللي صارت بعد عملية السرقة وعملية البحث عن السارق والمشتبهين فيهم مثيرة وغريبة لدرجة راح تفاجئكم، فتأكدوا أنكم تسمعون القصة لنهايتها. السلام عليكم، معكم بدر. أحداث قصتنا صارت في سنة 1968. في ذاك الوقت اليابان كانت تشهد نهضة اقتصادية كبيرة بسبب قيادتها لثورة التكنولوجيا في العالم، فبطبيعة الحال القطاع المصرفي والبنوك كان البزنس فيها مزدهر، فكانت هدف ممتاز لكثير من السارقين. وفعلا صارت عدة سرقات بنوك كبيرة في ذاك الوقت في اليابان، لكن من بين كل هذه السرقات سرقة واحدة كانت بدون منازع السرقة الأذكى والأكبر. بداية الأحداث كانت عند مدير بنك من البنوك اللي موجودة في العاصمة طوكيو، هذا البنك اسمه نيهون تراست بانك. فمدير البنك هذا صحى من النوم في صباح يوم من الأيام وراح يشيك على صندوق البريد اللي عندهم في البيت. بالعادة صندوق البريد هذا تجي عليه الفواتير من شركات الكهرباء والماي، وأحيانا من فترة للثانية رسائل بريدية من الأهل والأصدقاء مثل التهاني أو المعايدات. لكن في هذاك اليوم مدير البنك هذا تفاجأ برسالة غريبة مرسلة من شخص مجهول، ولما فتح هذه الرسالة انصدم من محتواها. هذه الرسالة كانت عبارة عن تهديد وطلب. الشخص المجهول اللي أرسل هالرسالة طلب فيها من مدير البنك انه يجمع له مبلغ 300 مليون ين ويحطهم في موقع معين، وهدد انه اذا ما تم تنفيذ طلبه راح يفجر بيت المدير بالديناميت. المدير اول ما قرا الرسالة حس بالخوف، وطبعا بلغ الشرطة على طول، وبعدين اكتشف ان في رسالة ثانية شبيهة وصلت على مكتبه في البنك، واستمرت هذه الرسائل توصل على بيته وعلى البنك، وكلها كانت نفس المحتوى. المرسل يطلب 300 مليون ين ويهدد انه اذا ما تم تنفيذ طلبه راح يفجر بيت المدير. الشرطة عينوا بعض الضباط لمراقبة البنك وبيت المدير احترازا في حالة ان المرسل المجهول هذا حاول ينفذ تهديده، والمدير خبر كل الموظفين عن التهديد وابلغهم انهم يكونون على اهبة الاستعداد لمواجهة اي مخاطر محتملة أي وقت. طبعا ممكن هني أنت تتساءل يا عزيزي المشاهد وتقول طيب من بالمفروض أنهم يوقفون الشغل في حالة تهديد خطير مثل هذا، على الأقل لغاية ما الشرطة يحققون في الموضوع؟ والرد على تساؤلك هذا يا عزيزي أن إحنا في اليابان، واليابانيين الشغل عندهم شيء مقدس، ولو تنقلب الدنيا فوق تحت الشغل لازم يستمر. بعد عدة أيام من تلقي رسائل التهديد هذه، وبالتحديد بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1986، البنك كان لازم يسلم دفعة فلوس ضخمة مقدارها 300 مليون ين لشركة توشيبا. طبعا شركة توشيبا شركة تكنولوجية ضخمة ومعروفة وعندها عدد كبير من الموظفين، وكان الوقت على ديسمبر يعني نهاية السنة، فكان وقت توزيع البونس على الموظفين. فالبونس هذا كان يتوزع على شكل كاش، وبنك نيهون كان البنك المسؤول عن تسليم هذا الكاش لوحدة من فروع شركة توشيبا في المدينة، فكان لازم ياخذون هذا المبلغ اللي مقداره 300 مليون ين ياخذونه من البنك ويوصلونه للشركة. فمدير البنك عين 4 موظفين عشان ينقلون هذا المبلغ لفرع شركة توشيبا القريب من البنك. فالموظفين هذيلا حطوا المبلغ هذا في 3 حقائب كبيرة، واخذوا هذه الحقائب وحطوها في دبة سيارة تابعة للبنك، وبعدها ركبوا في السيارة واتجهوا لفرع شركة توشيبا اللي كان يبعد كيلومترات قليلة عن البنك. وهم ماشيين في الشارع فجأة طلع قدامهم شرطي على دراجته وأشر لهم أنهم يوقفون، فوقفوا السيارة والشرطي نزل من دراجته وركض عليهم بسرعة وخبرهم أن بيت مدير البنك
تمت مهاجمته وتفجيره، والتفجير هذا خلف وراء عدة مصابين وحتى ممكن يكون في قتله. الموظفين على طول استوعبوا أن المرسل المجهول نفذ تهديده وفجر بيت المدير، رغم أن الشرطة كانوا يراقبون البيت. الشرطي كمل كلامه وقالهم أن في احتمال كبير أن هذا المرسل المجهول أيضا زرع قنابل في البنك وممكن حتى في سيارات البنك، ومن ضمنها طبعا السيارة اللي كانوا راكبين فيها، وطلب منهم أنهم بسرعة يدورون داخل السيارة ويتأكدون أن ما في شيء تحت المقاعد. الموظفين الخايفين على طول بدوا يدورون تحت رجولهم وتحت المقاعد وهم في حالة رعب شديدة. أما الشرطي فنزل تحت السيارة عشان يتأكد أن ما في قنبلة مزروعة تحت، بس فجأة بدأ الشرار والدخان يتصاعد من تحت السيارة، والموظفين اللي كانوا بعدهم داخل السيارة على طول عرفوا ان هذه هي القنبلة وانها على وشك الانفجار. الشرطي اللي كان بعده تحت السيارة بدأ يصرخ اول ما لاحظ الشرار والدخان، وبدأ يتحرك عشان يطلع نفسه من تحت السيارة باسرع وقت قبل ما تنفجر القنبلة. اما الموظفين اللي كانوا داخل السيارة فعلى طول فتحوا الابواب وركضوا بعيد عن السيارة وتخبوا ورا جدار اقرب بيت حصلوه، وقلوبهم تدق باقوى ما يمكن وهم يتوقعون ان السيارة راح تنفجر في اي لحظة. لكن مرت عدة لحظات قبل ما يستوعبون أن ما في أي انفجار والمكان هادي تماما، فطلوا للموظفين بوجوههم من وراء الجدار عشان يتفاجئون أن السيارة اختفت ومعاها الشرطي. كل اللي كان موجود في المكان هو دراجة الشرطي، وعلى الأرض كانت في عصا شعلة من هذيل اللي يستخدمونها للتنبيه أو طلب النجدة. الموظفين كانوا محتارين وما فاهمين شو اللي صاير. في البداية اعتقدوا ان الشرطي الشجاع ركب السيارة واخذها لمكان بعيد عشان ما تنفجر فيهم، فاتصلوا بالبنك على طول وارتاحوا لما جاوبهم المدير وعرفوا انه حي وكل شيء تمام. في الواقع حتى بيته ما انفجر ولا صار له اي شيء، وما في اي قنابل لا في بيته ولا في البنك ولا في اي مكان ثاني. وهني استوعبوا الموظفين ان الشرار والدخان اللي تحت السيارة كان جاي من الشعلة اللي كانت في الشارع مش من القنبلة المزعومة، واستوعبوا ان الشرطي اللي كان يمثل دور المنقذ كان في الواقع هو السارق. الشرطي ولع عصا الشعلة وأوهمهم إن في قنبلة تحت السيارة، ولما هربوا أخذ هو سيارة البنك اللي كان داخلها 300 مليون ين، نفس المبلغ اللي طلبه المرسل المجهول في رسائل التهديد، المبلغ اللي تقريبا يساوي 6 مليون دولار مع حساب التضخم في يومنا الحالي. فهذه العملية تعتبر لليوم أكبر عملية سرقة بنك في اليابان، وطبعا ما يحتاج نقول إنها بعد كانت الأذكى. تم إبلاغ الشرطة ووصلوا المحققين لمسرح الجريمة، وهناك حصلوا أدلة كثيرة تركها السارق وراه. أهم هذه الأدلة كانت الدراجة. الدراجة هذه في الواقع ما كانت دراجة شرطة حقيقية، كانت دراجة موديلها شبيه دراجات الشرطة، واضح ان السارق صبغها باللون الابيض وحط على جانبها مكبر صوت مثل اللي موجود في دراجات الشرطة، فكانت الدراجة هذه تقليد متقن لدراجات الشرطة. وغير هذا من وصف الموظفين للسارق كان لابس ملابس مثل ملابس الشرطة بالضبط، فكان هذا الرجل ضابط كل التفاصيل وكان مستحيل موظفين البنك يميزونه عن أي شرطي ثاني. وحتى لو ما كانت كل التفاصيل مضبوطة، الموظفين أصلاً كانت عقولهم طايرة من الخوف والرعب والحالة اللي قدر السارق إنه يدخلهم فيها، فما تلومهم أبداً إنهم ما لاحظوا هالشيء. طبعاً بما أن المبلغ اللي انسرق كان ضخم، الشرطة أخذوا هالموضوع بأقصى مستوى من الجدية وحركوا أكثر من 10,000 شرطي في مختلف أنحاء طوكيو، وشكلوا مئات حواجز التفتيش في معظم الشوارع الرئيسية، وكانت عند الشرطة أوامر أنهم يفتشون أي سيارة صالون لونها أسود تمر من هذه الحواجز، لأن هذا كان لون سيارة البنك. لكن الموضوع ما طول لغاية ما الشرطة حصلوا السيارة واقفة ومهجورة في واحدة من المقابر القريبة من موقع السرقة، وجنب السيارة كانت في آثار لتواير سيارة ثانية،
فهني عرفوا الشرطة ان السارق اخذ الفلوس وبدل السيارة، فعمموا اوامر جديدة على حواجز التفتيش انهم يفتشون كل السيارات، لكن التعميم هذا جاء متأخر، والسارق كانت عنده فرصة لاكثر من ساعة كاملة انه يتجاوز حواجز التفتيش بدون أي مشاكل. صباح اليوم اللي بعده الخبر صار منتشر في كل الجرائد والصحف، والناس كلهم كانوا مصدومين، ما بس من حجم المبلغ الضخم اللي انسرق، لكن بعد من الطريقة والذكاء اللي نفذ فيه سارق العملية. كثير من الناس حتى صاروا معجبين فيه ومعجبين بذكائه، لأنه قدر يخدع الشركات الضخمة اللي تدخل أرباح مجنونة وسرق منهم بدون ما يؤذي ولا أي حد. ورغم أن هذا السارق ترك كمية ضخمة من الأدلة وراه وعلى راسهم الدراجة، لكن الشرطة ما قدروا يوصلون لشيء ملموس. حاولوا يوصلون لمصدر الدراجة ومصدر مكبر الصوت اللي عليها والشعلات النارية، لكنها كلها كانت نهايات مسدودة، وتبين أن صاحبنا السارق في الواقع سرق معظم هذه الأشياء، فما كانوا ممكن يتعقبونه من خلالها. الشرطة حاولوا بعد أنهم يصنعون صورة شبيهة بالسارق من خلال وصف موظفين البنك اللي كانوا في السيارة، وهذه الصورة اللي طلعت وياهم. يعني هذه الصورة فوتوشوب، طبعا ما كان في فوتوشوب في ذاك الوقت، بس المعنى ان هذه صورة ممنتجة مو بصورة حقيقية، وتم توزيع هذه الصورة على كل وسائل الاعلام والصحف والجرائد. بالمجمل هالصورة انطبعت اكثر من 750 الف مرة، ما في حد في اليابان ما شافها. القضية هذه استمرت بعدها لمدة سنين، والتحقيق اللي سوته الشرطة فيها كان تحقيق مجنون بكل معنى الكلمة. تخيلوا ان هذا التحقيق يعتبر أضخم تحقيق في تاريخ اليابان، عدد المشتبه فيهم بالمجمل وصل ل 110 آلاف شخص، وفي أكثر من 170 ألف شرطي شاركوا في عملية التحقيق هذه. أرقام مجنونة، وفوقها راح أعطيكم رقم مجنون إضافي بعد، تكلفة هذا التحقيق وصلت ل 900 مليون ين. يعني التحقيق حرفياً كلف أكثر من الفلوس اللي انسرقت بضعفين. انت طبعا يا عزيزي المشاهد الحين بتتساءل وتقول ليش الحكومة تصرف هالمبلغ عشان تبحث عن مبلغ اقل منه؟ الجواب هو ان هدفهم ما كان انهم يحصلون هالمبلغ بقدر ما ان الهدف هو انهم يثبتون هيبة وقوة النظام والامن، لان لو هذا السارق نفذ بجلده راح يطلعون مقلدين وتكثر عمليات السرقة، فالحكومة والشرطة لازم يثبتون وجودهم وقوتهم وانهم ما راح يتساهلون مع اي عملية من هالنوع او يخلونها تمر مرور الكرام. خلال هذا التحقيق الضخم كان في عدة متهمين رئيسيين، راح نمر على ثلاثة من هذين المتهمين لان قصصهم جدا جدا غريبة ومثيرة للاهتمام. المتهم الأول هو في الواقع مدير البنك نفسه. مدير البنك ما اتهموا الشرطة بشكل مباشر، لكن كان في كلام وشائعات كثيرة ما بين الناس ان المدير هو العقل المدبر. السبب لان عملية نقل الفلوس هذه اللي صارت المفروض انها تكون عملية سرية ما يعرف عنها الا المدير والموظفين اللي كانوا في السيارة ومسؤولين من شركة توشيبا اللي راح يتم توصيل الفلوس لهم. حتى يعني لو لاحظتوا ان ما كانت لا في حراسة ولا امن مرافق لسيارة التوصيل، مع ان المبلغ اللي داخلها كان ضخم 300 مليون ين. والسبب طبعا لان عملية النقل هذه المفروض تكون سرية، فيعني كيف شخص خارجي عرف عن هالموضوع؟ الشيء الثاني، رسائل التهديد اللي تم ارسالها لبيت المدير ومكتبه ما حد قدر انه يعرف مصدرها او يتبعها او يشوف الشخص اللي وصلها، مع ان الشرطة كانوا يراقبون البيت والبنك بعد التهديدات الاولية، فكيف هالرسائل ظلت مستمرة في الوصول لبيت المدير ومكتبه وقدر الشخص اللي وصلها انه يتجاوز كل عيون الشرطة وما حد يلاحظه او يشوفه؟ هذه التساؤلات حطت مدير البنك في قفص الاتهام من قبل الناس، لكن الشرطة ما اعتبروه مشتبه فيه بسبب عدم وجود دليل فعلي ورطة. وبعد منطقيا يعني بما ان المدير
فعلى الأغلب أنه ممكن يحصل طرق أسهل من هذه لو كان فعلا يريد يسرق فلوس من البنك. المتهم الثاني قصة حزينة ومأساوية بصراحة. هذا المتهم اسمه تاكيناكا شوجي وكان يشتغل كسائق تاكسي. سبب الاتهام أنه كان عايش في مكان قريب من البنك وأن شكله يشبه الصورة اللي منتجوها الشرطة، وطبعا مهاراته في القيادة كسائق تاكسي كانت تعطي انطباع أقوى كمتهم، بس الشرطة ما حصلوا دليل فعلي يقدرون يورطونه فيه، فالشرطة ما اعتقلوا. بس خلال التحقيقات تسربت معلومات للإعلام عن هذا الشخص وإنه واحد من المتهمين، فالصحفيين هذيلة ما صدقوا على الله يسمعون عن المتهم، فراحوا كتبوا مقالات عنه فيها اسمه وصورته وصنعوا منه قصة تتداولها الجرائد والصحف، وكتبوا إنه خلاص هذا هو الفاعل وإحنا حصلناه، مع إنه ما في دليل فعلي يأكد هالشيء. كل هذا بس لأن شكله يشبه الصورة اللي صنعوها الشرطة ولأنه ساكن في مكان قريب. فبعد ما انتشر اسم هذا الرجل في الإعلام، الشرطة قرروا إنهم يعتقلونه ويحققون وياه بشكل أعمق عشان يرضون الإعلام والرأي العام. وبعد التحقيق وياه اكتشفوا الشرطة إن هذا السائق كانت عنده حجة غيابية قوية في وقت ارتكاب السرقة، فيعني مستحيل يكون هو الفاعل، فأخلوا سبيله وخلوه يروح. لكن للأسف بعد ما انتشرت كل هذه المقالات عنه وانتشر اسمه وانتشرت صورته، هالشي شوه سمعته بشكل كبير قدام كل الناس، وحتى الموضوع وصل لدرجة انه انطرد من وظيفته، والناس المقربين والأصدقاء اللي كانوا حوله فجأة تخلوا عنه وأبعدوا نفسهم عشان ما تلحقهم السمعة السيئة. كل هذا مع أنه مسكين ما سوى أي شيء غلط، وفي النهاية بسبب الاكتئاب اللي إصابه من وراء التهمة الباطلة هذا الرجل انتحر. قصة حزينة ومأساوية جدا، وصار ينضرب فيها المثل في اليابان كعبرة لأي صحفي أو شخص يشتغل في الإعلام إنه ما ينشر بهالطريق عن أي متهم في قضية قبل ما يتم التأكيد عليه ويكون في دليل قاطع ضده. المتهم الثالث كان المتهم الأقوى من بين كل المشتبه فيهم. هذا المتهم كان في الواقع شاب صغير بعمر 19 سنة اسمه ساتو يوشيرو. هذا الشاب كان ينتمي لوحدة من العصابات المحلية، بس في نفس الوقت كان أبوه رجل شرطة. ما أدري صراحة كيف هو داخل في عصابة وأبوه شرطي، بس المهم أن هذا الشاب تم اعتقاله سابقا بتهمة سرقة سيارات. وفي شيء أنا ما ذكرته وهو أنه في التحقيق اكتشفوا الشرطة أن السارق بدل السيارة أكثر من مرة، وحصلوا عدة سيارات استخدمها السارق وكانت كلها سيارات مسروقة، وهذا اللي عزز التهمة على هالشاب. وفوقها بعد كانت عنده مهارة ممتازة في قيادة الدراجات النارية، وعشان تكمل التهمة كانت ملامحه بعد شبيهة جدا بالصورة اللي منتجوها الشرطة. ولما استجوبوا المحققين اكتشفوا انه ما عنده أي حجة غيابية في وقت حدوث السرقة، وزيد عليها بعد ان ابوه كان شرطي وكان يستخدم دراجة، فالولد هذا كان بسهولة يقدر يعرف تفاصيل شكل دراجة الشرطة ويقلدها، وحتى ملابس الشرطة بطبيعة الحال والخوذة ما راح تكون مشكلة بالنسبة له. لكن العجيب انه قبل ما الشرطة يعتقلونه بساعات وصلت الاخبار ان هذا الولد مات بسم السيانايد في بيته. الشرطة بعد ما حققوا في الموضوع اختتموا التحقيقات ان موته كان انتحار، ما كان عندهم اي دليل ممكن يقودهم لاي نتيجة ثانية غير ان هالولد قرر يقتل نفسه بعد ما عرف انه راح يتم اعتقاله من الشرطة. بس في نفس الوقت الشرطة ما حصلوا الفلوس ولا اي دليل يأكد على ان هالشاب كان هو القاتل. في عدة نظريات ثانية، واحدة منها ان ابوه هو اللي سممه عشان يتجنب العار اللي راح يلحق باسمه كرجل شرطة لو تم اعتقال ابنه وإثبات التهمة عليه. وفي نظرية ثانية شاطحة شوية تقول ان الأب في الواقع هو الرأس المدبر لكل العملية، وانه قتل ابنه وخبى الفلوس عشان ما ينكشف. بس في نظرية ثالثة اكثر قابلية للتصديق، وهو انه في الواقع العصابة هي اللي قتلت الولد، وان الولد فعلا كان مشارك في العملية، لكن العملية هذه كانت جهد مشترك ما بين افراد العصابة. والدليل الاكبر على هالشيء هو ان عدد من افراد العصابة هذه اشتروا سيارات وبيوت بعد العملية بفترة، وفوق هذا تم اعتقال واحد من افراد هالعصابة بعد عدة سنين من العملية، واكتشفوا ان بحوزته مبلغ كاش ضخم. ولما سألوه عن مصدر هالمبلغ
رفض يجاوب، فاحتمال كبير أن هذا جزء من المبلغ المسروق وأن أفراد العصابة كلهم كانوا مشتركين في العملية، وقرروا أنهم يتخلصون من ساتو لأن التهم بدت تتوجه عليه، وبما أن أبوه رجل شرطة فهالشي راح يعقد الأمور أكثر. هذه النظرية بعد ما عليها دليل قاطع، لكن الدلائل اللي تشير لها أفضل من النظريات الثانية. ولليوم الشاب الميت ساتو يوشيرو هو أكبر متهم في عملية السرقة هذه. بعد استمرار التحقيق لمدة 7 سنين في العملية هذه، في شهر ديسمبر سنة 1975 الشرطة أعلنوا إغلاق التحقيق في القضية بدون ما يوصلون لأي نتيجة قاطعة فيها. وبعد ما مرت 20 سنة على العملية، يعني في سنة 1988، بحسب القانون الياباني تم إعفاء السارق من أي عواقب جنائية، فيعني صار يقدر يطلع ويكشف عن نفسه والشرطة ما راح تعتقله أو تسوي له أي شيء. لكن لليوم ما في أي شخص طلع أو اعترف بتنفيذ العملية، ولا زالت هذه القضية تعتبر من القضايا غير المحلولة. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسون اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.